وينسب إليها رثاء أبيها بعد وفاته قائلة: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ طبت علي مصائب لو أنها قوت على الأيام صرن لياليا. قد كنت ذات حما بظل محمد لا أتقي دهري وكان حما ليا، فآن أخضع للئيم وأتقي غيري وأدفع ظالمي بردائيا. فإذا بكت حمرية في ليلها شجنا على غصن بكيت صباحيا، فلأجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولأجعلن الدمع فيك وشاحيا. وأما المصائب فقد وردت في كلامها بصيغة الجمع: طبت علي مصائب لو أنها طبت على الأيام صرنا لياليا، لأن إذا كانت تقصد وفاتها فهي مصيبة واحدة وليست متعددة، فما هي تلك المصائب؟ الإنسان يفكر ويعرف طبعا أنها ولو أرادت وفاة النبي صلى الله عليه وآله فقط لكانت مصيبة واحدة، ولكنها أشارت إلى الانحراف والخلاف الذي حصل بعده صلى الله عليه وآله، كما تقول حسب المنسوب إليها في أبيات أخرى: قد كان بعدك أنباء وهنبثة لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، واحتل قولك لما غبت وانقلبوا، أبدت رجال لنا فحوى صدورهم لما خضيت وحالت دونك التربو.